أنور محمد وعبد العليل والنيسي والطاهر العلوي وبودرار وزهير وبن حمد وعمر السوسي والزبير والمرنيسي، كل اسمية وبلاصتها حسب الظرفية، وكلها أسماء مستعارة لرجل واحد هو عمر ذهكون اللي تخبى وتستر فيها ما بين 1965-1973، أزيد من 8 سنوات وهو هارب ومخبي، وأزيد من 50 سمية حتى هو نفسه ما بقاش عقل عليها. لكن أشهر هذه الشخصيات وهذه السميات شخصية الفقيه ميلود، لأنها شخصية أسطورية وعندها بزاف ديال الدلالات، ولأنها هبلات المخابرات. عمر دهكون راه 10 ديال الرجال في رجل واحد، رجل لا تنقطع رسائله ولا تنقطع اتصالاته، كان خطير بزاف وواعر وعنده قدرة كبيرة على التخفي والتواصل. علاش هاد كثرة التسميات المستعارة وهاد الأسماء الحركية، وعلاش ظلت الأجهزة الأمنية كتقلب عليه طيلة أزيد من 8 سنوات بلا جدوى؟ من اللي مشى عمر دهكون لفرنسا سنة 1969 استخدم اسم مستعار من بين هذه الأسماء المستعارة العديدة اللي استخدمها أنور محمد على جواز سفر مزور جابه من باريس، وهو جواز السفر نفسه اللي عثرت عليه الشرطة بتاريخ 15 أبريل 1969، أي بعد مرور قرابة سنتين في المنزل ديال بويفر العربي أحد أعضاء خلية سلا، والذين جندهم عمر دهكون بعد اتصالته بين باريس ووهران، وكان جواز السفر يحمل رقم 69300 اللي عمر دهكون توصل به من باريس وصادر على القنصلية المغربية ببورد، ويحمل اسم أنور محمد المزداد بالدار البيضاء سنة 1933. في الأسبوع الأول من شهر فبراير 1970 ما مرتش سوى شهر على بداية المطاردة ديال عمر دهكون، وعرف صورة متبوع من طرف البوليس، بدأت درجة الاحتياط كيزيد فيها. في نفس السنة 1970 طلب عمر دهكون من رفيقه الوازي الحسين باش يعطيه جلباب وحذاء ونقاب ديال العيالات قصد التنكر، ومن يلبس خرج بمعية الرفاق ديالو قصد مرافقته إلى الدار البيضاء، وعندما وصل سلم بطاقة تعريفه وجواز سفره المزورين إلى صديقه ورفيقه الوازي الحسين اللي بقى بسلا. بقى عمر دهكون كيتنقل من مكان إلى مكان ومن مدينة أخرى، ويراسل قيادات الخارج ويواصل تكوين شبكات سرية بالداخل. والحال أن الفترة ديال 69-1970 كانت فترة عصيبة ورهيبة بالنسبة للمنظمة السرية، عرفت اعتقال 193 مناضل وتحكم على عمر دهكون بعشرين عام غيابيا بسبب وشاية إبراهيم المناضي اللي كانت قاسحة بزاف، وقادت 49 واحد للإعدام وتم كشف المنظمة. مشى عمر دهكون سنة 1971 الجزائر وفرنسا وألمانيا وسوريا وإسبانيا، وقعت أحداث مهمة هزت المغرب في أثناء الغياب ديالها، أولها انقلاب يوليوز 1971، وثانيها صدور الأحكام بالإعدام والمؤبد والسجن في حق المناضلين المعتقلين في قضية مراكش المعروفة بملف الغيغائي ومن معه، وكذلك مؤامرة مدريد. بعد دخول فصول المطاردة البوليسية لعمر دهكون، بدأت الأسطورة ديال الفقيه الميلود بالجلباب ديالو والنظارة ديالته واللحية، وحكى عمر دهكون عن بداية هذه الأسطورة، قال لك من رجعت من الخارج ما كانتش عندي اللحية وبقيت مخبي حتى طلقتها ودرت واحد طربوش ومن وجد للرباط، ومن هنا تولدت شخصية الفقيه الميلود. عندما تحول عمر إلى الفقيه الميلود بدأ كيتحرك في رقعة ضيقة نظرا للمراقبة الشديدة كاع الأمكنة اللي كيتحرك فيها، ومراقبة كل الرفاق ديالو اللي ولاو طعم، وكذلك كثرة البياعة. رجع عمر دهكون في أكتوبر 1971 من سفر ديالو إلى فرنسا اللي مشى ليها من الجزائر باسم عبد العالي المرنيسي، وبعد أن ترك ولا خلى الجواز السفر ديالو الحامل لاسم محمد أنور ضمن محتويات المنزل بسلا، وكان هذا الجواز قد سلمه ليه محمود بن نونة في 10 يونيو 1971. كيحكي عمر مني رجعت من الجزائر في أكتوبر 1971 اتصلت بمحمود بن نونة اللي ربط لي اتصال بشخص آخر
هو اللي تكلف بالسهر باش ندوز من الحدود الجزائرية المغربية، وكم من ضمن العناصر العبور أيضا تسلم الكمية الأولى من الأسلحة. عمر دهكون كيهضر على الدخول الأول من الجزائر، عندما يعني هضر مع هذا الشخص الذي رافقه من مكناس، قدم لي شخص آخر سميته المتوكل، وقال لي بأنه مستعد ليهيئ لي العدد الكافي مما أحتاجه من أوراق التعريف، وتم الاتفاق على ذلك، وتم الاتفاق كذلك على المكان والكيفية اللي غادي يتم بها كل شيء، وتفاصيل كيف مروها عمر دهكون بنفسه. اتفقت معه على عقد اللقاءات أمام الصندوق البريد في مكناس، وهنا أعطيته 40 درهم باش يهيئ لي ورقة ديال التعريف وصورة عادية لي وأخرى بلحية وجلابة، ووضع الخاتم الرسمي على ورقة التعريف بصورة عادية، وعمرت أنا شخصيا وسميت نفسي ولا سميت راسي طاهر العلوي. اسم طاهر العلوي كان واحد من العشرات ديال الأسماء المستعارة اللي كان عمر دهكون كيتحرك بها، إلى درجة أنه شخصيا كان كينسى بعض الأسماء المستعارة ديالته، كما صرح بذلك أمام المحكمة. لقد كان اسم المستعار في الجزائر بين المتدربين هو بودرار، لكن نسيت الاسم الذي كان يمثله جواز سفري لما توجهت إلى الجزائر. بودرار، زهير بن أحمد، عمر السوسي، الزبير المرنيسي، كلها أسماء مستعارة من أسماء كثيرة كل مرة رسمية جديدة، لكن أكثر هذه الأسماء رواجا هو الفقيه الميلود اللي كان كيقرأ القرآن في المقبرة ترحما على الموتى، ولكن من وراء ذاك الشيء كان كيربط اتصالاته الدائمة بأعضاء الخلية السرية التي لم تطلهم اعتقالات في مراكش والذين انخرطوا فيما بعد. ريح عمر دهكون بعد الرجوع ديالو في أماكن متعددة، عنده المعارف ديالو والرفاق ديالو، ولكن أكثر هاد البلايص اللي ريح فيها ولا شك مقبرة بن مسيك ومنزل عائلة أصغار اللي كان أفراد ديالها على علاقة حميمية وأخوية بهم. كتوصف جميع أصغار، وزينب هو الاسم الحركي ديالها، وكان في عمرها 27 عام، وكانت رابطة علاقة مع عمر دهكون كتقول عليه في لحظات ديال المطاردة والتخفي، وكتوصف الهيئة ديالو واللباس كان الإنسان البسيط الحنون والنبيل. وكتزيد كان عمر يرتدي جلبابا واسعا يعني جلبية واسعة، وكيمشي محدودة بالظهر مقوس الظهر كرجل مسن، تتقي سنوات العمر كاهله من الشيخوخة، وقد استقام عموده استقام من استقامة عمود الفقري ديالو. ولنا أن نخمن أن عمر دهكون كان يلبس جلبابا واسعا وكيمشي منحني، لأنه لا شك كان كيحمل السلاح تحت الجلباب ديالو، وقد يكون مسدسا رشاشا يخفيه بتلك الطريقة، لأن المشي المستقيمة غادي تفضح ما تحت ملابسه. إلى جانب الجلباب والجلابة كان يضع سبحة حول معصمه كعادة الفقهاء الورعين، وتالق اللحية ديالو، ويحمل بيده قفة صغيرة من الدوم وسجادة صلايا، ولا أحد كان يشك في الفقيه الميلود عندما يمشي في الطرقات أو يدخل إلى المقبرة أو من يقرأ القرآن أو عندما يدخل إلى الكتاب لتدريس التلاميذ في المسيد بسيدي محمد في منطقة بن مسيك. من حيلهما التظاهر بالتسول، كان عمر يضع نظارة سوداء يخاله النظر، كيشوف الواحد بسببها بأنه راه ما كيشوف شو راه ضرير، وكان طريقته في المشي وحركته المتثاقلة البطيئة بفعل ما يحمله من السلاح تزكي هذا الظن. تقول جماعة كنت أمد صحنا صغيرا وحطه بسيل صغير باتجاه المرة، وقد تظاهرت بمظهر الغبن والحاجة حتى كان بداو كان تسولوا عطف الناس وما تجود بهم أريحتهم. أحيانا كثيرة كرجال الشرطة كيدوزوا من حدانا وأصحاب السيارات لتسهيل المرور ديالنا. ظل البوليس يبحث عن عمر دهكون طيلة 8 سنوات، وبوليس آخر كيسهل المرور ديالو، وبقى خدام في السرية، وكانت أغلب الاتصالات ديالو تتم في المقبرة إلى يوم 22 مارس 1973، تاريخ إلقاء القبض على عمر دهكون لتنتهي أسطورة الفقيه الميلود، ومعها باقي الشخصيات، ومعها كذلك إعدام مناضل كبير سميته عمر دهكون.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.